فإن الله عز وجل قد حث وأمر في كتابه الكريم سبحانه وبحمده على بر الوالدين في أكثر من موضع من كتابه سبحانه وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى قد ثن ببر الوالدين بعد الأمر بعبوديته سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالأمر ببر الوالدين أمر عظيم، بل هو من فرائض هذا الدين التي أمر الله عز وجل وحث عليها سبحانه وبحمده. لذلك أنا اليوم سأسوق لك صورا للسلف ببرهم بآبائهم وأمهاتهم. قيل لعلي بن الحسين أو علي زين العابدين بن الحسين، قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. يقولون أنت من أبر الناس بأمك، ومع هذا البر لا نراك تأكل مع أمك في صحفة، في طبق، يعني طبق واحد. قال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبق إليها نظرها، فأكون بذلك قد عققتها. تأمل إلى البر إلى أي حد، يقول: أنا خايف آكل من المكان تكون أمي حطت عينيها على المكان ده عشان ستأكل منه. انظر، قال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبق إليها نظرها، فأكون بذلك قد عققتها. انظر إلى البر. وهذا عبد الله بن عون رحمة الله عليه، نادته أمه يوما فأجابها، فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتي. تخيل، يعني أمه لما نادته فقالت له مثلا: يا عبد الله، فهو لما أجابها قال لها مثلا: نعم، أو لبيك، أو أي صيغة من صيغ الرد يعني. فالصيغة دي، اللفظة دي اللي هي لفظة نعم، طلعت أعلى صوتها، طلع الطبقة بتاعت الصوت أعلى شوية من الصوت، من نبرة الصوت أو طبقة الصوت اللي أمه نادته بيه. فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتي. تخيل، أعتق رقبتين وتاب إلى الله عز وجل من هذا الأمر. معي ده أمر عادي جدا، يعني ممكن واحد بدون قصد صوته ممكن يعلى في الإجابة، إجابة النداء يعني، ومع ذلك أعتق رقبتين. وكان محمد بن سيرين رحمة الله عليه كان يكون وهو عند أمه كأنه يتضرع، فقال له أصحابه، قال بعض الناس: ما بال محمد أيشتكي؟ محمد يعني تعبان، مريض يعني، تعبان أيشتكي؟ قيل: لا، بل يكون أمره كذلك إذا كان عند أمه. وهو عند أمه بشكله بالوضع ده، تحس أنه مريض تعبان، ليه بيتكلم بصوت خفيض وبصوت هادئ وصوت يعني فيه شيء من التضرع. فانظر إلى بر هؤلاء. نستكمل إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد، السلام عليكم. فكما قلت، محمد بن سيرين رحمة الله عليه كان عندما يكون عند أمه كأنه يتضرع، كأنك أنت مثلا أنت ملتجئ إلى ربك سبحانه وتعالى وتلح على ربك سبحانه وتعالى في الدعاء. فهكذا يكون شأن محمد بن سيرين رحمة الله عليه وهو عند أمه رحمة الله عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها، قالت: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما من أبر هذه الأمة. قيل لها: من هما؟ قالت: عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان. قالت: أما عثمان بن عفان رحمة الله عليه فكان يقول: والله ما استطعت أن أتأمل أمي منذ أن أسلمت، وبقدرش أملى عيني من أمي لعظم حقها في هذا الدين، ما استطعت أن أتأمل أمي منذ أن أسلمت. وأما حارثة بن النعمان رحمة الله عليه، وحارثة بن النعمان هذا رجل مبشر بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، الحديث طبعا
ثابت عند أحمد وغيره. الحديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوتا يقرأ القرآن، فقلت: صوت من هذا؟ قالوا: صوت حارثة ابن النعمان، وكان من أبر الناس بأمه. أهو حارثة ابن النعمان ده كان يقول، قال: لم يستفهم أمه كلمة قط، يعني أمه ما قالتش كلمة وقال لها إيه أو أنت قصدك إيه أو أنا ما سمعتش. وكان إذا خرج من عند أمه يسأل إخوانه: ماذا كانت تقول أمي؟ وذلك لأنه لا يستطيع أن يرد على أمه كلمة. فانظر إلى بر هؤلاء، انظر إلى بر هؤلاء. فنحن نحتاج أيها الإخوة في هذه الأيام التي نعيشها إلى صور من حياة هؤلاء، أو من هذه الصور من هذا البر. عامر بن عبد الله بن الزبير رحمة الله عليه يقول: ظللت حولا كاملا لا أسأل الله شيئا إلا العفو عن أبي. قعدت سنة بحالها ما أسألش ربنا أي حاجة خالص إلا يا رب أعفو عن أبي حولا كاملا. شوف الإخوان البر دلوقتي للأسف الشديد احنا بنجد شيء كثير من العقوق وكثير من الأشياء غير اللائقة بتكون بين الآباء، بين الولد وأبيه. ممكن الولد يرفع صوته على أبيه، ممكن الولد وللأسف الشديد وبئس هذا الفعل، أن الولد ممكن يزعق في أبوه، بل الأطم أن ممكن الولد نسأل الله السلامة أن يمد إيده على ولده. طب ده إزاي؟ وما من شيء أعجل من أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا من هذا البر أو العقوق، فهو مكيال. فأي المكيالين اخترت سيكافئك الله عز وجل به في الدنيا قبل الآخرة. البر ده يا إخواننا أو العقوق، الله عز وجل يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فلازم يا إخواننا الإنسان يحاول قدر استطاعته أنه بر أباك. أنت عندك يعني باب من أبواب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. عليه الصلاة والسلام هكذا، الوالد ده باب من أبواب الجنة، فمن شاء أمسكه ومن شاء ضيعه، وانت براحتك خالص. انت بقى يعني للأسف الشديد يعني ممكن الواحد يعني يعق والده من أجل زوجه، من أجل امراته، وهذا من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبر الرجل زوجته ويعق أباه. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام لما مات ذر ابن عمر ابن ذر رحمة الله عليه. قيل لأبيه عمر بن ذر: كيف كانت عشرته معك؟ كان حياته إيه معاك؟ يعني عايش بيعمل إيه معاك؟ يعني إيه صفته يعني؟ قيل له: كيف كانت عشرته معك؟ قال: والله ما مشى معي في ليل إلا كان أمامي، وما مشى معي في نهار إلا كان خلفي، ولم يعلو سقفا كنت تحته. يا سلام، ما مشيش معايا في ليل إلا كان قدامي، ولم يمشي معي في نهار إلا كان خلفي، ولم يعلو سقفا كنت تحته. ما كانش بيطلع على سقف البيت وأنا تحت، وأنا موجود في البيت من تحت. ليه؟ لشدة بره رحمة الله عليه. فإحنا إخواننا لا نسوق هذا لكي نمصمص الشفاء، بل إحنا بنسوق هذه المواقف لكي نقارن حالنا بحال هؤلاء. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إحنا عايزين نتشبه بهؤلاء الأخيار، عايزين نفتح صفحة جديدة مع آبائنا وأمهاتنا. ممكن واحد ليه يعني يعق أباه وأمه لأجل لعاع من الدنيا، حاجة عرض أو غرض من أغراض الدنيا. يعني إحنا ممكن واحد يقطع أبوه أو يقطع أمه علشان حاجة من الدنيا؟ لا طبعا يا إخواننا، نحاول بقدر المستطاع أن إحنا نتقي. حتى لو أن أباك عصى الله فيك أطع أنت الله فيه. لو هو عصى ربنا فيك، انت خليك انت مطيع لربنا وبره، احسن اليه، احسن اليه، اتق الله فيه، وانت امرك ان شاء الله يعني الله عز وجل يكرمك بهذا الامر في الاخره.
فلكن لا يصح ان الانسان يعني يقول لك لا اصل انت عم الشيخ مش عارف هو عمل ايه معايا، لا اصل انت عم الشيخ ما شفش اللي حصل، لا اصل انت عم الشيخ. مهما كان الانسان لا يستطيع ابدا 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 ان هو يكافئ ابوه وامه. اغسل يدك من هذه بتاتا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا حالة واحدة بس، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. لو لقيت أبوك بيباع في أسواق الرقيق وأسواق النخاسة فاشتريته وأعتقته، ساعة إذن تقول له يابا أنا وإنت راس براس، أنت دلوقتي ملكش فضل علي، أنت كنت سببا في إيجادي في هذه الحياة وأنا كنت سببا في أن أعطيت لك الحرية. لكن الحالة دي صعبة يستحيل أن تتحقق دلوقتي، خلاص اغسل يدك من أن تكافئ والدك. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأماتنا، يعني من كان له أب أسأل الله أن يبارك فيه، ومن مات والده فيكثر له من الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يرحم أبي وآباءكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أمي وفي أمهاتكم جميعا يا رب، اللهم أمين. طيب